يقول إذا كان في بلدنا ليس لدينا علماء نرجع إليهم في المسائل الاجتهادية والفتاوى الشرعية فماذا نفعل؟ ما أظن أن بلاد في الأرض ما فيها أهل العلم والخير ولو قلوا قد يكون قليل واحد أو لكن ما أظن بلاد تخلو نهائيا ليس فيها من أهل العلم أحد. هذا من ناحية. الناحية الثانية لو فرضنا أن بلدا ليس فيه أحد من أهل العلم الاتصال اليوم ميسر، اتصال ميسر بالهاتف بالجوال بالمراسلة تتصل لأهل العلم.